مرحبا بكم في تجارب أداء حيوانات كارتون نيتورك الأكثر إضحاكا. ليست هذه؟ نعم ها هي. يسمح فقط بمشاركة الحيوانات الأكثر تسلية جنونا وإضحاكا. صوتها هكذا. هل سيكون جامبل؟ جيليستون؟ نحن الديببة الصغار أم أيفندو؟ أوه، من الصعب الاختيار. لذا شاهدوا حيوانات كارتون نيتورك الأكثر إضحاكاً وقرروا بأنفسكم. من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي على كارتون نيتورك بالعربية.